أهلا بكم وإلى موضوعنا الثالث ونتناول فيه الملف الفلسطيني. ففي الوقت الذي تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس حملة اعتقالات واسعة واعتداءات على الفلسطينيين من قبل الاحتلال، قالت وسائل إعلام عبرية أن السفير الإماراتي الذي اختارته أبو ظبي لدى الاحتلال محمد آل خاجة وصل إلى تل أبيب اليوم في أول زيارة رسمية له. موقع إسرائيل بالعربية الذي تديره وزارة الخارجية الإسرائيلية ذكر أن أول سفير إماراتي لدى إسرائيل وصل لمطار بن غوريون، وسيقدم آل خاجة أوراق اعتماده لرئيس دولة الاحتلال رؤفين ريفلين. وكان الشهر الماضي قد أدى سفير الاحتلال أو سفير الإمارات وكان سفير إسرائيل قد لدى الإمارات أدى أوراق اعتماده الشهر الماضي. هذه الخطوة الإماراتية تأتي في سياق مسار من التطبيع مع تل أبيب تنطلق منذ أشهر. ويذكر أن نتنياهو أعلن اليوم أن فريق خبراء إسرائيليين توجه إلى دبي للتحقيق في اعتداء على سفينة إسرائيلية الخميس الماضي اتهمت تل أبيب إيران بتنفيذ الهجوم. معي للحديث حول هذا الموضوع الكاتب والإعلامي دكتور علاء الرماوي من رام الله. أهلا بك دكتور علاء. وصول السفير الإماراتي إلى تل أبيب إلى أي مدى يشير إلى تكريس مسار التطبيع الإماراتي الإسرائيلي وتعميقه؟ دعني بعد التحية لك وللسادة المشاهدين لقناة الحوار الكريمة. بلا شك أنه الإمارات خطت خطوات بعيدة باتجاه التطبيع للاحتلال الإسرائيلي، وهذه الخطوات وصلت إلى مرحلة حقيقية في مسألة التطبيع. دعني أقول الذي وصل إلى حد التعاون، يعني لا نستطيع أن نقول بأن هناك تطبيعا، بل هناك تعاونا إسرائيليا إماراتيا وصل إلى حد المس بثوابت الأمة. نحن نتحدث هنا عن تنسيق أمني كبير، هناك تهويد لعقارات القدس تقود الإمارات في هذه الأثناء، وهناك مشاريع اقتصادية في مدينة القدس تذوب البلدة القديمة، وهذا يعني أننا أمام منظومة قائمة على قتل الروح العربية المتبقية في الأرض الفلسطينية. اليوم يصل مندوب الإمارات إلى الكيان المحتل، ستكون السفارة على أرض فلسطينية محتلة. هذه السفارة للأسف العربية التي تعترف بالكيان وتعترف بوجوده وتتخطى حدود وجود الشعب الفلسطيني وتقيم وتعقد بروتوكولات اتفاقيات اقتصادية للأسف، منها على الأقل شراء تحويل العنب الفلسطيني المشهور الذي جاء في القرآن الكريم، تشتريه الإمارات خمرا من المستوطنين في الأراضي الفلسطينية. الإمارات هذه التي الآن تدير علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي تقوم بالتنسيق الفيزيائي مع الاحتلال أمنيا لضرب وجود المقاومة أو الروح المقاومة الداعمة للشعب الفلسطيني من خلال إغلاق جمعيات، متابعة حوالات مالية، القيام حتى بالمس بالمحتوى الفلسطيني من خلال الشراكة مع بعض الشركات الكبرى. هذا كله يأتي في سياق عبث الإمارات في الملف الفلسطيني. طيب، ولكن وصول السفير بحد ذاته هو تطور طبيعي للعلاقة، يعني الإمارات أعلنت عن علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي والأمر الطبيعي أن يكون في سفراء. عندما تتحدث عن تطبيع علاقة، أنت تتحدث تطبيع علاقة مع احتلال، هذا الاحتلال يقوم باحتلال الأرض العربية ويماثل ويمارس قتل العربي الفلسطيني. نحن شاهدنا فقط في الأسابيع الماضية حجم الإصابات بالشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الذي تنسق مع الإمارات. ليس مسموحا من الإمارات ولا مسموحا لها أيضا أن تقوم بعملية أيضا إفراز وتحويل هذا التطبيع إلى عملية نفس بوجودنا. يعني أضرب لك ذلك أمثلة، الإمارات تقيم الآن مشاريع في مدينة القدس، تهود مدينة القدس بالمال الإماراتي لصالح بلدية الاحتلال في مدينة القدس. هل هذا تطبيع علاقات مع احتلال واتفاقيات معلنة؟ عندما نتحدث عن البلدة القديمة في مدينة القدس وعقارات البلدة القديمة المحيطة بالمسجد الأقصى، تقوم الإمارات بشراء هذه العقارات وبيعها للاحتلال الإسرائيلي من خلال الاتفاقيين. عندما نتحدث عن دور الإمارات الخياني، نحن نتحدث الآن إليك
والغاز الفلسطيني الذي يسقط من باطن الأرض الفلسطينية تسيل الإمارات لاحتلال إسرائيل. طيب على الأقل أستاذ علاء، هل كان من المفترض على الإمارات أن تؤجل إرسال السفير قليلا؟ الآن هناك انتهاكات واعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، اعتداءات على القدس، ألا يثير هذا حفيظة بعض الدول العربية الكبرى؟ شو دعني أقول، للأسف لأنه الظهر الفلسطيني مكشوف من الأنظمة العربية. مصر هي على ذات المنوال، السعودية هي على ذات المنوال، كلهم يقرؤون ويرقصون على دف واحد. للأسف هذا الموضوع بات معروفا لدينا وبات أيضا مكشوفا لدينا. نحن أمام خطر تقوم به ما يعرف الآن بالأنظمة الوظيفية التي تعمل على الأقل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. هذه الدول تقوم بوظيفة إخضاع الروح الشعبية التي تريد أن تعيد الاعتبار لنهضة الأمة، لحضور الأمة. الآن التوقيت في مسألة إرسال السفير، إحنا مش مشكلتنا مع الإمارات، مع نظام الإمارات، وأنا أعذروني الشعب الإماراتي المقدر والمحترم والذي فيه قيادات وأرواح داعما للشعب الفلسطيني، لكن أتحدث عن هذا النظام المرتزق العميل المرتبط بكينونة وجوده من خلال الرضا الأمريكي. أقول أن هذا النظام ليست جريمته في السفير، إنما جريمته الطعنة التي وجهت للشعب الفلسطيني، الطعنة الخيانية التي تنفذ الآن مع الاحتلال الإسرائيلي. وأنا لا أبيح سرا أن أقول بأن المخابرات الإماراتية تقوم بملاحقة كل عناصر المقاومة في الساحة العربية. شكرا جزيلا لك الكاتب والإعلامي الفلسطيني علاء الرماوي.